مش عايزين كنيسة. الهتاف ده ردده أهالي قرية عزبة سلطان في المنيا احتجاجا على التوجه لتقنين وضع مبنى كنسي في القرية. المشهد ده مش بس حصل امبارح، ده حصل في نفس القرية لنفس السبب 3 مرات قبل كده، دي المرة الرابعة. بالتزامن حصل نفس المشهد بالضبط في قرية الزنيقة بمدينة إسنا. قوات الأمن ما قبضتش على أي حد من المظاهرين، لكن بعض المواقع تناقلت أخبار غير مؤكدة عن القبض على بعض الأشخاص المسلمين والمسيحيين من منازلهم في القريتين. نفتكر هنا بقى أن البرلمان وافق في أغسطس 2017 على قانون بناء الكنائس، ووقتها اتقال أن القانون هينهي كل المشاكل المتعلقة بالموضوع ده. لكن بقى على أرض الواقع، بعيدا عن القانون وبعيدا عن تنفيذ القانون اللي هو مشكلة تانية، بنشوف المشاكل دي. بنتكلم عن ثقافة مجتمعية كاملة، وعن مفهوم الدولة، وعن مفهوم تطبيق القانون. يعني رغم ان كان في تحفظات كتيرة بأشكال كتيرة سمعناها في البرنامج على مضمون القانون نفسه، وازاي ان هو اختلف بعد ثورة 25 يناير من قانون العبادة دور العبادة الموحد الى قانون بناء الكنائس، وحتى لما تم تسويق هذا الاختلاف تم تسويقه على ان قانون بناء الكنائس يا جماعة هينهي على كل المشاكل العلاقة ما بين يعني عدم تقنين اوضاع الكنائس وما بين المشاكل، لا ما تروحوش تصلوا هنا، لا المبنى ده مش كنسي، لا ده المبنى ده هيحطوا عليه جرس، لا ده المبنى ده هيحطوا عليه صليب، لا ممنوع، لا روح صلوا في الكنيسة اللي جنبنا في القرية اللي جنبنا. قالوا ان هذا القانون هينهي على كل النوع دون من المشاكل وان هو هيختفي بعدها، وبالفعل زي ما احنا ما شايفين انا تقريبا كل فترة في البرنامج كل حوالي شهرين ثلاثة بنتكلم في نفس الموضوع، بل بيعيد القصة نفسها في نفس المحافظات، يعني نفس المحافظة بيتكرر فيها المشكلة في نفس القرية. القرية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة حصل فيها نفس المشهد ده 4 مرات، 4 مرات الناس تروح للكنيسه اللي المفروض ان هو يتم تقنينها واللي مقدمه ورقها واللي بناء على القانون طالما انت المفروض هيتم تقنينك وقدمت ورقك ما ينفعش حد يمنعك من الصلاه، الناس تروح تتظاهر ويجي الامن يروحهم وما حصلش اي حاجه. يعني مفيش حد بيتعاقب على انه تظاهر، على انه حاول يمنع الناس ان هم يصلوا، مفيش حد. ده حتى في على فكره في شهود العيان اللي بيحكوا عن الواقعه دي تحديدا بيقولوا انه في احد المسؤولين قال للناس والله يا جماعه مش هنعملها كنيسه خلاص ما تقلقوش ومش عارف ايه، وبناء عليه الناس مشيت. فهو الحقيقه يعني في مجموعه من الاسئله كده دائما ما بتدور في دماغ البشر. اولا الناس اللي بتتظاهر ايه مشكلتهم فعلا في ان المسيحيين يعملوا كنيسه بيت يصلوا فيه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله اللي بتترتب على وجود كنيسه في اي قريه ولا في اي محافظه في بلدنا الحبيبه ان الناس تروح تقابل ربنا فيها وتدعي له وتصلي له وتتقرب منه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله اللي عند اي حد عشان يحاول يمنع حاجه زي كده؟ ثانيا الدولة نفسها اللي حاطت القانون ده نفسه اللي الناس كتيرة كانت معترضة عليه، بس قلنا ماشي خلاص يعني اهو هنشوف الوعود. ليه الدولة دي لا تنفذ القانون؟ ليه القانون ده مش بتنفذ؟ ليه عندنا قوانين حتى القوانين اللي مش عجبانا دي احنا موافقين يا سيدي ان انت تنفذها بس نخلص من المشاكل دي، لكن القانون نفسه لا يتم تنفيذه ليه؟ ليه الناس اللي راحت تظاهرت دي وراحت تظاهرت وقالت مش عايزين كنيسه ومش هيبقى فيه هنا كنيسه ومش عايزينكم هنا ومش عارفه ايه والكلام ده الى اخره، ليه ما راحوش؟ ليه ما معلش هم كانوا واخدين تصريح بهذه المظاهره؟ يعني هل الداخليه اديتهم تصريح يا جماعه روحوا تظاهروا عشان الناس ما تروحش تصلي؟ طب لو ما اديتهمش التصريح ليه ما تمش القبض عليهم؟ ما لو كانت مظاهره سياسيه ولا بتقول غلاء المعيشه ولا بتقول تذاكر المترو الناس بتقبض عليها كده قبل ما تلحق تفكر تقول حاجه، مش معنى دول بيتسابوا كده. خلينا ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه من واشنطن كمال سيدرا ناشط حقوقي، اهلا بيك معايا كمال. والسؤال الحقيقي اللي بيطرح نفسه ليه المشهد ده بيتكرر؟ ليه انا كل فتره بعيد نفس النقاش ونفس الاسئله؟ ليه المشهد ده لا ينتهي؟ ليه مشهد التظاهر ضد اقامه كنيسه لا ينتهي في مصر؟ لا بل بيتكرر في بعض المحافظات بشكل يعني متتالي، كل اسبوعين ثلاثه شهرين ثلاثه نتكلم عن نفس المحافظه، ليه؟
زي ما حضرتك اتكلمت شويه، مفيش افعال للقانون، مفيش قانون بيشتغل، وفي نفس الوقت مفيش قانون بيجرم قوي. يعني ممكن تحط تحت قانون التظاهر، لكن مفيش قانون بيجرم العنصريه او الهتافات اللي بتقوم دي. نفس الهتافات اللي بتقال دي لو اتقالت في دوله مختلفه اعتقد ده كان يتحط تحت قانون يعني صارم جدا. انا عايش في امريكا هنا، العنصريه بالنسبه لهم حاجه مصيبه يعني، او حضرتك ونفس والقناه كمان. لكن في مصر الدنيا مختلفة، في مصر ممكن تعمل أي حاجة طول ما أنت ما بتمسش الحكومة أو كرسي الحكم خلاص ما فيش مشكلة. فلو حد زي ما حضرتك قلت من شوية عمل مظاهرة عشان خاطر أي مطالبة أيا كان شكلها يتحط تحت قانون التظاهر، ومن غير قانون أصلا بيتاخد ويتحط له 40 50 تهمة كلهم تهم غريبة وقوية. لكن لو حد طلع حرق كنيسة، قتل كم واحد قبطي، ما فيش مشكلة. دي موضوع ما لهاش علاقة، ما تمسش هيبة الدولة، لأن هيبة الدولة في هيبة الحكومة والسلطة، لكن المواطن ملوش أي يعني قيمة عندهم. أعتقد ده اللي بيحصل على مدار سنين طويلة فاتت من التظاهرات اللي بتتم تقريبا، كانت بتتم بشكل دوري، دلوقتي يعني قلت سنة خلال يمكن الشهر أو الشهرين اللي فاتوا. لكن أنا شايف إن اللي قل إعلام، لأن في أحداث كتير بتحصل ما بتطلعش الإعلام، وما فيش حد بيهتم بيها. وطبعا موجة الخوف من السوشيال ميديا واستخدام السوشيال ميديا والتخويف والقوانين اللي عمالة تطلع كل شوية عشان الرأي مخليه كتير حتى بيخافوا يكتبوا. أو بعض الناس في الصعيد بتحصل لهم مشاكل زي كده كتير، لكن ما بيقدرش يكتب لأنه خايف، لأنه هو عايش هناك. فهو لو كتب على السوشيال ميديا او حد نشر على السوشيال ميديا، ما هو اللي هيطلع عينه بعد كده. الناس هتنسى بعد يومين ثلاثه اسبوع، وفي الاخر برضه هيفضل مضطهد هو، والاضطهاد هيزيد وهو اكتر اللي شويه. غالبا مش هيعرف يرجع بلده تاني ولا هيعرف يدخل بيته، وهيضطر في النهايه ان هو يمشي ويسيب البلد خالص ويروح يعيش في محافظه تانيه. بس برضو السؤال، يعني من واقع حتى سماعك انت لشهود العيان الموجودين في القرى دي، ليه ده بيحصل؟ يعني ايه وجه اعتراض المعترضين على إقامة كنيسة؟ إيه المشكلة في إقامة كنيسة؟ بس هو الموضوع ليه طبعا شق اجتماعي بغض النظر عن الشق القانوني. على مدار سنين طويلة في موجة من بس الكراهية في نفوس الناس، وإن كنا احنا يعني أنا كنت من سكان القاهرة، أنا صعيدي بس كنت عايش في القاهرة وبسمع الموجة دي كمواطن طبيعي عايش في مصر. بتسمع حتى في المساجد يوم الجمعة الدعوة على اليهود وعلى النصارى وعلى الكفار، بتسمع بعض الهوجة بتاعت بعض التيارات الدينية اللي بتفتح بيزنس وكلهم برضو ما بيشغلوش غير مسلمين. أو بعض الأحيان أنا في المناطق الشعبية تلاقيه مشغل شرايط لشيوخ بتدعي إنك ما تشتريش من النصراني الكافر، أنت لازم تشتري من أخوك المسلم وما شابه. الكلام ده بقاله سنين موجود في أجيال كتيرة طلعت بتشرب من موجة كراهية ومن خطاب الكراهية اللي موجود. يعني مش عايز أحكي حاجة كتير. أنا أتذكر مرة، وده مثال على الموروث الشعبي، كنت في زياره لاحد المسؤولين وانا منتظر في المكتب، دخل راجل كبير جاي من الصعيد وبيقول للسكرتيره: يا ولدي انا واخد طريق الصعيد بقالي كتير تعبان عايز اقابله، ما تدخلني، هو انا نصراني ولا ايه؟ انا نصراني ولا ايه؟ يعني انت انا 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 درجه 10 ولا ايه؟ انا مواطن درجه تانية ولا ايه؟ فدي موجوده اوريدي في ثقافه الناس، ان النصراني ده درجه تانية، بغض مع التحفظ على مصطلح نصراني في حد ذاته. اما وقصص كتير، واحده ماشيه قدام كنيسه معاها بنتها، فبتمسك بنتها بتعديها الناحيه التانيه عشان ما تخليش بنتها قدام الكنيسه. البنت الصغيره دي بتكبر متخيله ان اللي في الكنيسه دي في حاجه هتاكلها، في شبح، في حاجه وحشه. وتسمع بعد كده كتير من خطابات الكراهيه من رجال دين، وكلمه رجل دين بغض النظر عن ايه هو الدين بيخلي الناس تاخد الكلام بنوع من انواع القداسه، ده كلام ربنا. فمجرد تسمع من رجل دين ما بيتكلم على الاخر اللي محرج عليه انه يكلمك عن نفسه، يعني ما يقدرش واحد يطلع يقول يا جماعه المسيحيين ما بيبصوش بعض في راس السنه في الكنيسه، اللي هو ده مفهوم موجود عند معظم الغير مسيحيين اللي موجودين في مصر، والمفهوم ده عند ناس اصحاب ليا يعني، مش بس هم عمره ما دخل كنيسه. وما اقدرش اقول له تعالى خش الكنيسه، عشان قلت له تعالى خش، تعالى راس السنه شوف الكنيسه، هيقولوا انت داخل عشان تبشر جوه الكنيسه، والامن اصلا هيمنعه من الدخول في ظل اللي موجود دلوقتي. فالمفاهيم الشعبيه والمفاهيم المتوارثه بس دلوقتي اللي كمان بقت متوارثه، لان احنا بقى لنا سنين ليه الدوله فعلا مش يعني الدوله لما عملت قانون بناء الكنائس، ورغم فعلا تحفظات كتيره جدا كانت موجوده على هذا القانون، لكن في ناس كتير اعتبرت ان ده خطوه فعلا ايجابيه لحل المشكله. لكن من الواضح من حتى تنفيذ القانون ده وممارسات الشرطة وممارسات المسؤولين ان فعلا في زي يعني تعطيل كده لكل الحلول. ليه الدولة ممكن تكون مش عايزة تحل مشكلة زي كده
ليه مش شايفة ان يعني ليه مش شايفة أهمية للمشكلة دي، ولا ليه تركاها كده بهذا الشكل؟ فطبعا السؤال صعب ويحتاج اكتر من حلقه نتكلم، بس انا اقدر اقول احد الاسباب. اعتقد ان الدوله ما هي الشعب، يعني رساله الكراهيه اللي بتطلع للشعب ما هي هي اللي طالعه من الدوله. ما هي الدوله هم افراد موجودين في الشعب بيسمعوا لنفس الخطاب الكراهيه واتولدوا واتربوا فيه. زي النهارده الشرطي اللي دخل جوه كنيسه وقعد يقول انتوا كفار، اتنشرت اخباريا على كذا على كذا جورنال، لسه ما جاليش مصدر موثوق فيه لكن منشور في جرائد او في اماكن اقدر اثق في انها بتنشر الموضوع. انا مسجل ايام الثوره فيديوهات مع ناس كانوا بيتكلموا عن مديريه امن اسكندريه وازاي كانت محتله من طيار الاخوان، يعني في جوه الاجهزه الامنيه والحكومه، ما هم الشعب عندهم نفس خطاب الكراهيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الموضوع مش مهم، يعني الموضوع ده مش مهم، على العكس ده موضوع ما يأثرش على الدولة، ده على العكس يدي شوية ان الشعب يبقى مشغول في موضوعات ما يتكلمش على الغلاء وما يتكلمش على وعلى وعلى. ده يمكن ده سببين من اسباب. الحاجة التانية القوانين اللي بتطلع، انا شايف ان هي قوانين مجاملات، تكملة خانة. الدستور نفسه ما هو مركون، ما بيطلعش غير لما يعوزوا يستخدموا حاجة ضد حد، لكن ما بيطلعش عشان يطبق. الدستور فيه بنود كتير مخالفة لبعضها، وما أنا أتذكر إن الأقباط كتير كانوا بيهاجموني أما كنت بنتقد بنود في الدستور قبل ما يتم إقراره، وبيعتبروا اللي أصلا مش هيقول نعم للدستور يعتبر إخوان وضد الدولة وما شابه، مع إن هو ده كان وقته إنك تناقش وتتكلم وتقول لا البند عايز يتغير. وطبعا ما كانش حد يسمع، بس يعني على الأقل الناس يبقى عندها وعي بشكل أو بآخر بالدستور. تاني حاجة، أنا شايف إن بعد ما تم طرد الإخوان من الحكم كان السلطة عايزة تخلي الشعب يقول ان هم مش ضد الاسلام، هم ضد طيارة التيار الديني بتاع الاخوان المسلمين لكن مش ضد الاسلام في حد ذاته. فحاولوا بكذا طريقة يعملوها انهم مثلا يستقطبوا او يعملوا تحالف مع السلفيين عشان الرئيس والسلطة والجيش ما يتقالش عليهم ان هم ضد الاسلام. ابتدوا يحاولوا بقدر الامكان يعملوا بعض الحاجات اللي كنا خايفين الاخوان يعملوها هم ابتدوا يعملوها، زي ما الموضوعات بتاعت القبض على المجاهرين في رمضان مثلا، في افطار رمضان. زي يمكن بعد ما السيسي مسك الحكم بفتره صغيره حصلت احداث المطريه اللي هي بينه وبين القصر الرئاسه ما فيش، وحصل فيها احكام عرفيه وتم الاستيلاء على بيوت وتم طرد وتهجير قصر للناس بمخالفه للقانون والدستور وبرعايه الشرطه والحكومه، تم احكام عرفيه. طبعا ده كان بيتم تقريبا كل شهر حدث كبير مشابه من ساعه تقريبا من 2003 واحنا شغالين بنفس الموضوع. فهم بيحاولوا ان هم ما يخسروش الشعب، ما يقولهمش ان احنا ضد الاسلام، طب فاحنا يا جماعه كمال يعني من احنا يوم في ما فريقين تم كوره اقرار فاحنا مش اهلاويه ولا القانون زملكاويه. مره اخرى، من يوم ما تم اقرار القانون بناء الكنائس، في حوالي 3500 مبنى كنسي قدموا وراهم عشان خاطر طبعا للقانون ده، وان يتحولوا فعلا لكنائس واديره والى اخره. ايه اللي تم في ال 3500 مبنى؟ انا ما عنديش احصاء وما اعتقدش ان في حد ممكن يبقى عنده احصاء بالتفاصيل اللي ممكن احنا تحصل. بنشوف ممكن تبقى كل في شوية تقنين حوادث فردية اوضاع لبعض الكنائس يبقى 50 مبنى، تقنين اوضاع 180 مبنى، بس الارقام برضو مش متناسبة من وقت اعلان القانون، من وقت تنفيذه مش متناسبة مع رقم 3500 مبنى. فعايزين نعرف هل فعلا الاعداد بيتم تقنينها وبسرعة مناسبة مع اصدار القانون، ولا في تعطيل؟ هو لجنة تقنين الكنائس مش هتنفصل عن بقية الحكومة ولا عن بقية مصر، احنا كل حاجة عندنا بتاخد وقت طويل وما اعتقدش ان في حاجة منهم بتشتغل بالشكل البروفيشنال او الشكل الرسمي اللي ممكن يتحسب واحد زائد واحد يبقى اتنين، كله بيستنى قرارات سياسية. وعشان كده المتطرفين دول بيطلعوا عشان يأثروا على القرار السياسي. لو الناس متضايقه فده هي هي هيعمل مشكله، يبقى بلاش نرخص الكنيسه. فهم بيستخدموا الطريقه دي من طرقهم عشان خاطر يمنعوا بناء الكنائس. اللي قبل كده في حلقه سابقه كنت اتكلمت ان بعض القرى بتعتبر عار ان يبقى عندها كنيسه في قريتها. فهم بيحاولوا بقدر الامكان يضغطوا، وفي بعض الاحيان بيبقى بالتعاون مع ناس من، مش هقدر اقول ناس من اللجنه بس قصدي ناس من اصحاب القرار، هم اللي بيقولوا لهم يا جماعه اعملوا الضغط ده عشان مش عايزين نرخص ده او مش عايزين نعمل ده او ما شابه. وده لقينا ان كل المظاهرات بلا استثناءات بتنزل ومفتوح لها الابواب والزراعات ومحدش بيتقبض عليه، على العكس نفس الناس بيطلعوا من قريه لقريه وبيروحوا من حته لحته وبيتشهروا. وممكن بعد ما بتحصل حوادث زي كده بعضهم بيبقى بيجي له غنى ان هو بيستولى على ارض ولا بيت ولا عربيه ولا بهيمه بتاعت حد من الاقباط اللي اتهجروا. ففي الحقيقه ما عنديش احصاء رسمي اتكلم، بس انا شايف ان الموضوع ما حدش عنده نيه يعني.
طيب البعض يعني من ضمن الحاجات اللي سمعناها يا كمال ان الناس بتقول الناس اللي بتتظاهر ضد بناء الكنائس ساعات بتردد اللي هو عدد المسيحيين اصلا في القريه قليل، ليه نعمل لهم مبنى كنسي؟ يعني ما يروحوا يصلوا في القريه اللي جنبهم. هل القانون يعني هو وضع مبدئيا هو ماله شروط يعني. متعلقه بالعدد؟ يعني خلينا نتكلم على القانون مبدئيا بعيدا عن منطقيه الحدث اللي انا ممكن اكون شايفاها مش منطقيه، انت شايفها مش منطقيه، لكن هل القانون وضع مشروطيه بالعدد المسيحيين الموجودين في قريه معينه؟ انا مش متذكر بدون القانون، انا مش قانوني، انا شويه مهتم بحقوق الانسان كمبدا، لكن مش قانوني، مش في ايدي القانون، لكن انا متذكر ان القوانين القديمه كانت بتتكلم على حاجات مشابهه، موافقه المسلمين اللي في القريه. القانون الجديد كان معظم البنود اللي فيه ساعه ما كنا بنناقشه وساعه ما نزل كان ليها علاقه بان الاجهزه الامنيه توافق، يعني لازم الاجهزه الامنيه توافق، الاجهزه الامنيه بتعمل المواءمات ان ما يحصلش اي مشكله، فلو الموضوع هيعمل مشكله اعتقد انهم هيوقفوا البنى بناء على ان في مشاكل وان ده هيثير بلبله في البلد وما شابه. لكن القريه حتى اللي كان فيها مشكله في المنيا دي فيها حسب الاحصاءات حوالي 400 اسره، يعني اباط، وبيروحوا قريه تانية عشان يصلوا، فالموضوع ملوش علاقه. ومن فتره قفلوا لهم نفس المبنى تاني في نفس المكان اللي هو كان فيه الحضانه، والورق متقدم رسمي، فالمفروض الجهات الرسميه هي تتدخل مش الناس، والناس مش جهه انها تتدخل، والناس من حقها تعبر عن رايها بس مش بخطاب كراهيه. يعني انا اما اتفرجت على الفيديو بتاع المظاهرات مش عارف ليه جه في بالي الفيديوهات اللي كان بيحسملها الحزب النازي زمان، موجه الكراهيه اللي ما قبل الحرب العالميه الثانيه بنفس الطريقه، ما هو كان في شحن للناس والناس بتكره بعضها، وما حصلت الحرب هو ده الكراهيه هي اللي دعت لكل ال 50 مليون اتقتلوا تقريبا في الحرب العالميه الثانيه. طيب البعض انا مش شايف بيقول الناس برضو يا مبدئيا ليها كمال دعوة وجهة نظر بالقانون، اذا أخرى، كان حاجة قانونية يروحوا للجهات الرسمية. ما وجهة نظر أخرى بتقول إن اتفضل يا ناس. رغم رفض عدد كبير جدا من المواطنين المسيحيين وتقريبا كل الناشطين والمدافعين عن حقوق عن حقوق الإنسان وحريات التعبير وحرية الاعتقاد وإلى آخره، لكن البعض بيقول يعني ما فيش حل غير الحلول العرفية دي، هو ما فيش حل غير ان احنا نقعد مع بعض ونصفي النفوس ومش عارفة ايه والكلام اللي بيحصل كل مرة بدون إذعان للقانون، لان لو حطينا القانون ونفذناه حقيقة الموضوع هيزداد تعقيدا ويعني والمسيحيين هيتكرهوا اكتر والى اخره، ايه رأيك؟ ده كان اللي بيستخدمه مبارك كمان في خطابه لما كان بيكلم البابا في صادقا في كذا حديث. لا طبعا احنا كده بنتكلم على دولة من القرن ال 12 وال 11، احنا مش بنتكلم على دولة في القرن ال 20. يبقى لازمته القانون والدستور ولازمتها هي الحكومة في حد ذاتها، ما كل واحد يجيب سلاح ويحمي نفسه والأقوى هو اللي يعمل اللي هو عايزه. احنا بنتكلم كده على حاجة تانية خالص، انا اعتقد ده مش طرح ينفع حد يتكلم فيه. اذا كنت شايف فيه خطاب كراهية الغيه، الغي دعاة الكراهية، حاكم دعاة الكراهية. اذا كان في واحد ارهابي بيفجر نفسه شوف هو سمع خطاب مين عشان يفجر نفسه، الناس اللي قالوا لهم خطاب الناس اللي دعوه وشجعوه لتفجير نفسه بيعتلوا المنابر بشكل رسمي من الحكومة، بيطلعوا في القنوات التلفزيونية كلهم نجوم وستارز. فانت بتتكلم على ايه؟ انت طبق القانون، نزل قانون ضد الكراهية، الدعاوي للكراهية والعنصرية، ساوى ما بين المواطنين اللي الدستور بيقول فيهم سواء، رغم ان هو فيه سواء لان القانون اسمه قانون بناء الكنائس بعد اعتراض الاصل، لان كان اسمه قانون دور العبادة في الاصل، فهو ما فيش مساواة اصلا في القانون اللي كتير الحقوقيين اعترضوا عليه وكتير اعترضوا عليه، بس الكنيسة كانت موافقة عليه والحكومة كانت موافقة عليه، فالشعب ملوش اي داعي، يعني ملوش لازمة ان هو يوافق او ما فيش، مش مهم ان احنا نقول حاجة. لا طبعا بلد بدون قانون بقت غابة، كل واحد معاه سلاح أكتر يقدر يعمل اللي هو عايزه. فإحنا مش بنتكلم على دولة خالص، إذا كانوا الناس اللي بيتكلموا كده بيدعوا الوطنية وبيدعوا إنهم بيحبوا مصر وبيدعوا إنهم عايزين يبقوا دولة متقدمة وتبقى أم الدنيا وتبقى قد الدنيا، الكلام ده لا قد الدنيا ولا حاجة، الكلام ده قد قرية صغيرة من العصور الوسطى. طب كمال ايه رأيك في اللي بيربط ما بين الأحداث الطائفية دي وما بين مواقف سياسية للكنيسة؟ ايه رأيك في الربط ده؟ لا ما انت لو حطيتي حجه يبقى بنقول ان البنت بتتعاكس عشان خاطر مش محجبه. نفس الفكره، جرائم الكراهيه وجرائم الاعتداءات الطائفيه مش مربوطه باي حاجه على مدار التاريخ، والسيكونس بتاعها او زيادتها او نقصها ملهاش اي علاقه بالاحداث، دي تلاكيك. لكن على طول بيبقى في احداث طائفيه سواء الكنيسه مع او ضد، سواء الكنيسه حلوه او وحشه، سواء القريه كويسه او احسن، الموضوع ملوش علاقه خالص.
موضوع العلاقة ان في ناس بتقوم وبتحط خطاب كراهية، تقدر تحط له اي حاجة. النهاردة في الاخبار واحد اتقتل عشان مراته، كان بيدافع عن مراته اللي تم التحرش بيها، ومراته كانت محجبة وبيتم التحرش بيها. فما اقدرش اقول انك تقول على الضحية هي سبب، ده مش عذر. واحصائيا ما فيش الكلام ده، ما حصلش. ما الكنيسه على مدار تاريخ كنيسه كتير، ما هو البابا شنودة ما هو كان عنده مشكله مع السادات، واحداث سنه 72 الخنكه، واحداث الكشح، واحداث كتير جدا ما لهاش علاقه، يعني ما فيش علاقه بالموضوع. الاحداث الطائفيه تفضل مستمره، احنا والكنيسه ما راحتش العراق وشجعت هناك السلطه عشان مسيحيين يتهجروا ويتقتلوا في العراق بالالافات. ده الموضوع مش كده خالص، الموضوع ملوش علاقه بالكراهيه. دي حاجة بيقولوها بعض الناس عشان يقولوا ودي احنا مستهدفين من الخارج برضه، ودي مؤامرة. ما كل دي حاجة، ما حدش بيبص لأصل المشكلة فين. أصل المشكلة خطاب الكراهية، أصل المشكلة ما فيش قانون بيحمي بيحمي الناس من خطاب الكراهية ومن العنصرية ومن عدم المساواة. أصل إن احنا ما بنستعملش الدستور اللي بيتكلم عن المساواة. القانون التظاهر طالع عشان المعارضين السياسيين، مش طالع عشان تظاهراتنا ازاي كده. ما حدش بيستخدمه، ليه ما استخدموش؟ انا ضد القانون مبدئيا، لكن هو ليه ما استخدموش هنا، وليه بيستخدموا مع اي ناس بتعمل اي حاجات سياسيه؟ فانا عايز اقول للاقباط مثلا، الناس اللي بيأيد القانون التظاهر عشان ريح البلد، اهو في تظاهرات ما حدش بيقرب لها ليه؟ يعني احنا بنشكرك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن كمال سيدرا الناشط الحقوقي، شرفتنا يا كمال.